الله الله الله، وش ذا؟ وش ذا؟ وين اطيح؟ اطيح جوال الاخضر؟ بس داخل دائره خلاص اطلع انقلك. نطيح فوق يا السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب عربي، واليوم ما يدحهم. يا هلا دحهم، هلا هلا. ماب اسمه الطريقة للمهمات. قبل ما ابدا المقطع بقول شيء مهم مرة، اوكي؟ خلوكم من الانتساب، خلوكم من كوتشوب، خلوكم من اللايكات، خلوكم من كل شيء، اوكي؟ شيء مهم انه اشتركوا بالقناة اذا كنتم مو مشتركين، بس يعني نبغى نوصل 500,000 قبل رمضان او في نص رمضان، يعني نبغاكم تشتركون لان اغلب اللي يشوفوا مقاطع مو مشتركين، فاشتركوا في القناه اهم شيء، اوكي؟ وفعل زر التنبيهات عشان تدرون اني نزلت مقطع ولا لا. خلونا نبدا في الماب. بسم الله، يقول ستارت هير، تعال. اوكي، والله ماب جالكسي وش هو؟ هم ثلاث درجات، اوكي. طيب ليفل 1، اوكي. والله العظيم توقعت ما معي سبيد، والله اسمع لا تذبحني تكا. لا لا لا، ليش نطيت انا؟ لا طبيت وياك. ليش نطيت انا؟ طم القمر. صار المفروض اوقف هنا ولا ايش؟ ما ادري. انت قاعد تشوف النجوم اللي قاعد تشوفها انا ولا لا؟ ايه تعور عيني ولد. شو صار؟ احنا ما نوصل هناك، شو الوضع؟ اها اتوقع امشي مع الفخوخ، شو اسمه؟ البويزن. تمشي على المسار حقه اتوقع. يب اتوقع يعني. تفضل. غبي. طيب سيده هو اصلا البويزن. اما سيده يبي يبي صح كلامك. شفت بتسار انا؟ شفت ما في تشيك بوينت. ما في تشيك بوينت والله. صدقني فيه لا يضيقه. مت والله، طولنا يا ولد، ما في تشيك بوينت. ام باب. عرفت شلون هذه؟ اكون قبلها بحبه ثم انط نط على فوق. هي لازم تكون جاي ناط يعني. اوكي بسم الله. الله، ما في تشيك بوينت؟ لا لا. ليفل 2. هذا لعبتي. وخر. اوكي اتوخر. طيب خلينا نشوف. بسم الله. احس في وحده ما تنط ولا لا؟ ما خلاني نط عاديه. يب اوكي. تاخر فيها، فهمت؟ على الطرف. ايش الاصوات انت؟ نطيت من الاولى الاخيره. جدي ممتاز. هذه سهله، هذه اسهل، يعني مو بسهل مره. اوكي اوكي. الحمد لله يا رب العالمين. احفش ذا في طريقين. اوكي وشو؟ لازم تاخذ هذا البتاتيس. لا ما اتفقنا على كذا. سلوم، خليك في النص ولا تنقز. او انقز بدري، ما ادري. تخلص النص حقنا. ايش قاعد اقول لك انا؟ خليك في النص يا اخي. انا غبي اشرح لك وسوي الغلط. والله هذا مخ ما في. الحين خلص البطاطس خلاص. هاي رصدنا. اوكي انا ليش انط من فوق الكفر؟ ليه كلنا؟ لا تنقز مره. هذه الاولى، بعدين هذه الثانيه. الله الله الله، وش ذا؟ وش ذا؟ وين اطيح؟ اطيح جوال الاخضر؟ بس داخل دائره خلاص اطلع انقلك. نطيح فوق يا لا الله غبي. الله اسكع راسي في السقف. هاي وش هو؟ وش هو؟ بغيت اطيح وراها. اصبر وش ذا؟ ايش سالفه؟ يا ساتر. وين رايح انا؟ الله هيك يلا اخرتنا. سويتها؟ دحوم. والله سهله. شوف والله سهله. والله سهله. بوب اللي بعدها صدمه. الحين ما فهمنا ننقز ولا ما ننقز؟ تجي ولا ما انت بجاي؟ على نهاية السبيد الأول، فهمت؟ والثاني بيوصل كول على طول. الثاني بداية رحت الثاني، بس الثاني وين؟ يا الله كيف ما ضبطت ذي؟ الله الله. دحوم أخرت إن الله يقطع إبليسك. دحوم بجرب موية أنا. لا ما عندك تشرب موية حتى. إلا شربت موية. يعطيك العافية كذاب. حلو. لا بس ندرب. ما تتوب. أوف أوف والله جامدة، والله جامدة. هلابي وش ذا؟ وين اروح؟ تكفى كفر، تكفى الكفر الثاني، تكفى السبيد.
لو اليوم وشلون شلون ايش يعطوا خلصت سهله لحوم يا اخي اخرت الحين جاجه واضح انك نشبت الو لا قلت لك بيلخ في النهايه قلت لك فرقت صح بغيت تذبحني والله لا لا ما هذا بارك خلصت يلا سلوم اخرتنا سلوم اصبر اللي في السبع الحين اوكي لا وين اتوقع شوف اتوقع ان البونسر لازم يدفك بس تو انا جيت على البونسر موت ما ادري ايش السالفه حتى انا روح طيب ترى في حركه يعني تروح بالسقف يعني ها ايش رحت فيه انت رحت في السقف بدون ما تلمس بيت ولا شيء استمني يا عيال كذا بس طيب نروح هنا use code how about default dropper اوكي اشتري ام منه كذا والله طبيت محامره وانا وراك لقاهرني انه كاتب ديفولت هذا لقاهرني بس صدق اللوم في تكمله والله ما راح اروح لا تكفى يلا يا رب كريم ورحمن من دعائي يعني مع دموع يب تعال مع الزاويه لليمين يلا بغيت تصيح صدق لا زاوية حقتك ترى غلط روح زاوية ثانية يمين يا الله يا ربي يا رحمن يا كريم صيح صيح يا الله يا رب الله هذا مو صياحة يا الله شفت؟ عزيز اوكي طيب تشيك بوينت يلا تفضل روح اوكي بسم الله والله الحمد لله ايش المد؟ الو فايند ذا بتن اوكي الوش غالبا ليش احس على ذا؟ انا بشغل لقيته تمام قاعد ادور في الزوايا نفسك انا اوكي وش في ما اضغط هذا لقيت واحد على هنا واو مكتوب شوف تعال عندي ما ادري هو يطقطق ولا شو وضعه شوف هذا لا والله هذا هو فتح الباب وات طيب هذاك طيب انا ذا ون لا اتوقع انه في شجر فوق اتوقع ما اشوف شيء افتح الطريق طيب في هنا شيء انت طيب نروح هنا يعني تعال اما انت هو ذا لاست ليفل طقطق ما في اصلا زر طيب مشيت قبل شوي انا وقفني حسب لا مفتوح اوه وش هذه؟ لازم تشيلها معك هذه حقت اللاما يبطك اكثر لا على اخر وحده يا اخي ما طلع الفخر يا اخي الحمد لله اوكي لفل 13 يا ساتر يا رب هذه لعبتي عاد والله لا والله مو لعبتي والله ذا مصعبها والله قدمت وراك بس وصقع في كل مكان انا الخمس يا رجال والله تستطيع اوكي يسار يمين يمين يسار هذا يمين اوووو جبت يا ربي خمس بيبان ترى فاخر شيء ها 2000 years later لازم تهوش الفخاخ لازم تهوش الفخاخ وتهوش فخين يقطع ام الحال لازم توقف النص فهمت نص الفخين توقف الو سلوم بعدين الله سلوم كيف تطور هلا بصدمة صدمت صدمت يا الله وشو ذا بعد وشو مشن تو اوبن ذا مشن تو اوبن شو ذا مشن شنون اوكي تبي نتفرق ولا نروح مع بعض والله ما ادري اتوقع كل طرق تؤدي لروما سكيب سكيب لا سكيب سهل سهل سلوم سكيب انا بسوي كذا يا اخي اعطيك سكيب ترى تغش ليه يا اخي ترى تغش ليه شو يصير بدون غش شو يصير بدون غش هذا مو بغش هو حاطه لك الله يعطيك العافيه الو ليش النطه كذا شو ما في سكيب هذا الرون اوكي اللي بعده نيون يا ساتر يا اخي من زمان عن النيون يا اخي لا تقول لي ما في تشيك بوينت لا تكفى اي والله ما في اي والله ما في كمل كمل بس تعال ابيك تقرا المكتوب وحش وحش انت تستطيع تعال كريت جوي كومبليت ميشن اون دانس نفس الكرسي اه شوف شوف على اليمين على اليسار اقصد ذا ميشن 2 اوفر 3 2 3 هذه اوكي
هذا يجي صح؟ اتوقع انه بيسوي فخ في النهاية. انا صرت خلاص اني اذا لعت ما بات اشوف فوق سك. اوكي هذا الاخيرة حط كذا. هيقول لي هذا الباب غلط بعد جلد معه. طيب بعدين هنا دخلنا خلاص خلصنا. اوكي ما خلصنا على بالي انه ذا. يا ساتر بقى ما اسكني. يا ساتر وش ذي؟ خلاص نكت سامت ادري ما يحتاج تذبحني. لا ليش يطيحني؟ دوائر الحين هو يقول كومبليت ذا ميشن صح؟ ليفلات ال 14 ما ادري 15 اللي لعبناها هذه وش هي؟ على الفاضي عشان توصل عشان توصل للمهمات صدق يعني كل اللي قبل تدريب. تدريب اصعب من هذا ها؟ والله انه اصعب. جريت جوب يو كومبليت ميشن 2. ميشن 2 جمب هير تو كومبليت يقول لك. جمب هير اوكي في ذا المربع خلاص خلصنا 3 اوت 3. اوكي يا ساتر. فتحنا الباب ذا وول. اوكي ما خلص لي. طيب الله بروح انا. جيجي اخيرا اخيرا والله معليش. يوز كود ليمي جيمر. فبس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله مقطع عجبكم يا ليت ما تنسون زر اللايك وعطنا رايك يا دحوم في الماب. لازم اعطيها الجلسه هذه. اوكي والله شوف تسوي. لا والله شوف الماب خرافي لكن في مشكله بس واحده يعني زي اللي انت قلتها في نص الماب. وش اللي قاعد يسوي هذا كله عشان مهمه اخر شيء يحط لنا ثلاث مهمات خلصنا 15 ليفل بعدين قال اوه يلا ابدا المشن. مع ان المشن كانت سهله صراحه بس لكن كفكره حلوه صراحة. كفكره حلوه يب. مفروض انه يحط المشن بعدين يقول يلا خلص 15 ليفل بعدها فهمت كبدايه بس هذا الخمنه كذا عكس ام الوضع. مع ان المشن اللي في النهايه ما اخذت منه 5 دقائق لكن ماب جميل صراحه. واللي قهرني التصميم البولز. اوكي الامبوز هذا شيء ثاني لكن تصميم احس انه بدائي. عندك انواع جدار عندك انواع ارضيات عندك انواع ماخذ الالوان العاديه اللي هي احمر اصفر ازرق وزي كذا. فلو انه استخدمها او استبدلها فاشياء افضل جديده يكون ماب رهيب. لكن عموما ماب رهيب صراحه صح ان تاخرنا فيه لكن ممتع. قبل ما ينتهي المقطع لا تنسون اشتراك في القناه خلونا نوصل 500,000 اقرب وقت. واللي يبغى يسوي انتساب الاشتراك المدفوع اول رابط في الديسكربشن شرح ثاني رابط الانتساب نفسه قناه دحوم في الديسكربشن كود ما في الديسكربشن. نشوفكم على خير في امان الله. سلام.